السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا راح نراجع الآن بعد ما يعني حكينا عن كل دعم الحياة المتقدم، راح نراجع المخطط العمل اللي راح نمشي عليه بأي إنعاش قلبي رئوي. طبعا دعم الحياة المتقدم بيتضمن دائما الـ Airway والـ Breathing والـ Circulation والـ Differential Diagnosis. الـ Airway لازم نحافظ دائما على الطريق الهوائي مفتوح، ونأمن طريق هوائي متقدم سواء عبر اللارينجال ماسك، القناع الحنجري أو الأنبوب الحنجري، أو حتى الأنبوب المريئي الرغامي أو الأنبوب الرغامي. ونراقب سلوكية الطريق الهوائي بالكابينوغرافي، ومن يعني نراقب كمان فعالية الإنعاش. التنفس بريسينج، بدنا نعطي أكسجين 100%، نتأكد إنه التهوية فعالة، استخدام الكابينوغرافي ونسبة إشباع الأكسجين. دائما لا تعطي أنفاس زائدة، مثل ما حكينا كل 6 ثواني نفس مقدار عشرة أنفاس في الدقيقة. التروية، نقيم دائما النبض والنظم كل دقيقتين عشان عودة الدوران العفوي. نشوف النظم إذا بده إزالة رجفان ونستخدم مزيل رجفان. لازم نأمن الخط الوريدي أو داخل العظم، ونعطي الأدوية اللي ممكن نستخدمها في الإنعاش القلبي الرئوي، أو الأدوية اللي راح نستخدمها الآن ما بعد عودة الدوران العفوي. ممكن يحدث معنا كثير اضطرابات نظم، راح نتعلم كمان شو هي الأدوية اللي بنستخدمها بعد عودة الدوران يعني العفوي، وفي حال حدوث يعني اضطرابات نظم. وإعطاء السوائل الوريدية عند الحاجة، خاصة بعد عودة الدوران العفوي، ممكن نضطر نعطي الترين سيروم ملحي أو سيروم رينجر لاكتات. ودائما لا تنسوا التشخيص التفريقي، نحن عم نعمل دعم الحياة المتقدم ونشوف الأسباب الخمسة اللي بتبدأ بحرف T والأسباب الخمسة اللي بتبدأ بحرف H. هذا هو مخطط الإنعاش اللي صدر حديثا بعام 2020، واللي هو يعني ما فيه تحديث كثير عن 2015، بسبب يعني إنه تغيير بسيط جدا راح نحكي فيه الآن. راح أكبر أنا الألغوريزم عشان يصير واضح على الجميع. إذا أول خطوة هي إنه نبلش الإنعاش القلبي الرئوي، تمسيد ونفسين، 30 تمسيدة ثم نفسين، مع الالتزام بجودة الإنعاش القلبي الرئوي، الضغط بقوة بمقدار 5 سم على الأقل و6 سم على الأكثر، وبسرعة 100 ل 120 ضغطة بالدقيقة، مع السماح بالارتداد الكامل للصدر، وتقليل التوقفات بين الضغطات إلى حد أدنى. طبعا اذا ما حاطين نحن مجرى هوائي متقدم، ممكن يكون وقف في القلب والمريض موجود على المنفسه، فما في داعي لنضغط يعني 30 ضغطه مقابل نفسين. لكن اذا ما في مجرى هوائي متقدم فبنضغط 30 ضغطه مقابل نفسين. وطبعا طلبنا المساعده، جابوا جهاز مزيل الرجفان. فمجرد ما بيجي جهاز مزيل الرجفان بنترك كل شيء من ايدنا وبنحلل النظم عشان نعرف هل النظم قابل للصدم ام غير قابل للصدم. والانظمه القابله للصدم هي الفي تي والفي اف، الرجفان البطيني والتسرع البطيني. راح نروح على اليسار شوي عشان نشوف اذا النظم، عفوا على اليمين شوي، اذا النظم قابل للصدم. إذا رجفان بطيني أو تسرع بطيني عديم النبض، مباشرة بنصدم المريض، مباشرة بنصدم المريض. وبعد صدم المريض نعمل إنعاش قلبي رئوي لمدة دقيقتين. إذا مباشرة بعد الصدمة نعمل إنعاش قلبي رئوي لمدة دقيقتين. فتحنا الوريد، فتحنا المنفذ الوريدي أو العظمي. صار لمدة الدقيقتين بنحلل النظم. إذا نشوفوا لاحظوا هون فتحنا وريد بشكل مبكر بعد أول صدمة، كانوا يأخروها لبعد ثاني صدمة، الآن هذا يعني أحد التحديثات الجديدة. إذا عملنا تمسيد بعد الصدمة الأولى وفتحنا وريد وحللنا، إذا النظم قابل للصدم فكان بها نظم، ما هو قابل للصدم ننتقل للإنعاش القلبي الرئوي لمدة دقيقتين. طيب صدمنا المريض قابل للصدم، صدمنا المريض، هون صار بقى في عندنا وريد، ممكن نعطي ادرينالين، وكل 3 إلى 5 دقائق بنعطى الادرينالين. وطبعا هون نبلش نفكر ونحط المجرى الهوائي المتقدم.
عملنا تنبيه برغامي للمريض، وصلنا على الكابينوغرافي، صار دقيقتين بنحلل النظم. حل النظم طلع في داعي لصدمه، صدمنا المريض، ما في داعي لصدمه، عندنا الخطوه اللي بعدها. اذا في داعي لصدمه صار عندنا ثلاث صدمات، لاحظوا صدمه اولى ثانيه ثالثه. نصدم المريض ونعطي اميودارون او ليدوكاين، نعطي اميودارون او ليدوكاين، وهي الصدمه الاولى بتنعطى الاميودارون بجرعه 300 ملي جرام، والليدوكاين بينعطى بجرعه 1 ل 1.5 ملي جرام على الكيلو. حط بذهنك بقى هون، تحط تعالج، تقيم وتعالج الاسباب المتوقعه الخمسه اتش والخمسه تي. طيب اذا ما كان في داعي للصدم، ما كان في داعي للصدم، او بالاصل ما كان في داعي للصدم، الخطوه اللي بعدها طبعا الحالات اللي ما بنصدم فيها اللي هي توقف الانقباض السيستول، او النشاط الكهربائي منعدم النبض بالسليس الكتريكال اكتيفيتي او بي اي اي. هون العلاج انك تعطي ادرينالين في اسرع وقت ممكن، هذا تحديث جديد كمان، كانوا يعني يؤخروا الادرينالين لبعد يعني الدقيقتين. مباشره حللت النظم، طلع ما في نشاط كهربائي، اعطينا الادرينالين. اذا الادرينالين هو بالنظم غير قابل للصدم مباشره باسرع وقت ممكن. النظم اللي قابل للصدم بنصدم، نفتح وريد بعدين نعطي الادرينالين. اذا فتحنا وريد، بلشنا نحط المجرى الهوائي المتقدم، الانعاش مدة دقيقتين، وكل دقيقتين بنحلل النظم. إذا كان يعني النظم قابل للصدم، رحنا على الخطوات اللي حكيناها هون، نصدم، نمسد لمدة دقيقتين، ثم نحلل النظم ونصدم إذا كان النظم قابل للصدم. طيب إذا النظم مو قابل للصدم، ممكن يعني نحن هون نستمر في التمسيد وإعطاء الأدرينالين كل 3 إلى 5 دقائق. في حال عاد الدوران العفوي ننتقل للرعايه ما بعد عوده الدوران العفوي، واللي حكينا فيها اللي هون بنحافظ فيه على الضغط فوق 90، وبنحافظ على الاكسجه بين 92 و98، وممكن ننبه المريض ونعطيه اذا كان بحاجه ونعطيه 10 انفاس في الدقيقه، ونحافظ على البي تي سي او 2 اكثر من 40 طبعا. ولا تنسوا يعني تاخذوا بعين الاعتبار معالجه الاسباب القابله للعكس، نقص الحجم، نقص الاكسجه، الحماض، نقص وفره البوتاسيوم، انخفاض الحراره، والريح صدريه، اندحاس القلبي، السموم، والصمات سواء الرئويه او الخسرات الاكليليه. اذا هذا هو مخطط الانعاش قلبي رئوي. تحديثات بسيطه جدا، الاسراع باعطاء الادرينالين، وبعد الصدمة الثالثة الأميودارون أو الليدوكاين. في حالة خاصة كثير مهمة وضعت بالتوصيات الجديدة للإنعاش القلبي الرئوي، وهي صراحة ما كانت موجودة بباقي الإنعاشات أو باقي التوصيات السابقة، توصيات 2020 لإنعاش المريضة الحامل التي توقف. طبعا كالعادة مثل ما نستخدم البيزك لايف سبورت او الادفانس كاردياك لايف سبورت، نجري الانعاش مع القلب عالي الجوده بنفس يعني الجوده اللي حكيناها، 100 الى 120 ضغطه، العمق الكافي، عدم التوقف، والسماح بارتداد الصدر، واعطاء الادرينالين والصدمات، ما في مشكله ابدا فيها. في بعض يعني الامور الخاصه بتوقف القلب عند الحوامل، مثلا الرحم يضغط على الشريان الابهر والاجوف السفلي، فيمنع العود الوريدي، وخاصه بعد الاسبوع 20، فلازم نزيح الرحم الى الجانب الايسر. يعني في حدا ثالث غير اللي عم يمسد او بيعطي تهويه، لازم يقوم بازاحه الرحم بالجانب الايسر. يفضل كمان مراقبه ضربات الجنين في يعني المونيتور الخاص بالجنين، ونستعد لإجراء عملية الولادة القيصرية إذا كانت الوفاة حدثت، وإذا يعني قررنا نعمل القيصرية لازم تنعمل خلال 5 دقائق في حال عدم عودة الدوران العفوي، للمحافظة طبعا على الطفل. هيدا تحديث مهم جدا، هو ال5 دقائق في حال عدم عودة الدوران العفوي لازم نعمل القيصرية. لذلك لازم مباشرة من جانا توقف قلب حامل نجهز حالنا للقيصريه، ممكن يتم الانعاش على طاوله
العمليات، وطبعا يكون كمان الفريق حديثي الولادة، أطباء الأطفال والعناية المشددة عند الأطفال، يعطوا يعني الطفل الأهمية الكافية. طبعا التداخلات يعني الطبية الخاصة بالحوامل قريبة جدا من يعني الغير حوامل، مثلا الطريق الهوائي، الأكسجة الكافية، الفتح منفذ وريدي يفضل يعني من الأطراف العلوية مو من الأطراف السفلية، كون في عندنا قيصرية نحن ممكن تتأذى، يعني فتح منفذ وريدي فوق مستوى الحجاب الحاجز. في حال يعني تلقي المغنيسيوم داخل الوريد، يعني إذا كان مثلا عندنا حالة توقف قلب وكان المريض عم يتسرب لمغنيسيوم، فشك إنه هو ممكن السبب تسمم بالمغنيسيوم. تعرفوا في بعض المريضات بيكون محطوطين على سلفات مغنيسيوم بسبب الانسمام الحملي، فإذا صار توقف قلب فبدنا نعطي الأنتيدوت اللي هو جلوكونات أو كلوريد الكالسيوم. لا مانع أبدا من إعطاء الأدرينالين، لا مانع أبدا من إزالة الرجفان. الوضع المثالي إنه نعمل القيصرية في غضون 5 دقائق من توقف القلب. طبعا حطوا بذهنكم إنه المجرى الهوائي بيكون صعب عند المريضات الحوامل، ممكن نعمل مجرى هوائي فوق المزمار مثل يعني الأنابيب الرغامية، يعني ذات البالونين المريئي الرغامي مثلا. طبعا والانفاس تعطى يعني نفس القدر، كل 6 ثواني بنعطي نفس مقدار 10 انفاس في الدقيقه مع الاستمرار بالضغطات الصدريه. في عندنا اسباب يعني اللي ممكن نفكر فيها لتوقف قلب عند الحوامل. مضاعفات التخدير ممكن كثير في احيانا اثناء يعني هذا شغله مهمه ضافوها بالجايدلاين جديد، اختصارا A B C D E F G H. ايضا ال A هي مضاعفات التخدير، ممكن يكون احد اسباب توقف قلب عند السيدات الحوامل انه يكون عم ياخذوا تخدير اثناء الولاده مثلا او اثناء الولاده العامه او القيصريه. نزيف شائع جدا، نزيف النسائي، نزيف الرحمي، ممكن يصير عندنا عطاله رحميه، ممكن يكون سبب قلبي وعائي مثل اي مريضه كانت عم تتعرض لولاده، عم تتعرض ل يعني جهد اجهاد، ممكن إذا كان عنده مرض قلب يوقف قلبه، إذا كان عنده مرض قلبي نفكر فيه. أيضا مخدرات الأدوية، ممكن أخذ أجرعة زائدة من بعض الأدوية، ممكن انسداد الوعائي يعني الصمة الرئوية شائعة جدا أو الصمة الأمينوسية. الحرارة ممكن كسبب، ممكن سيبسس الأندام ممكن يحدث كثير عند النساء الحوامل. ولا تنسوا يعني الأسباب العامة جنرالز الغير توليدية، يعني توقف قلب اللي مجموعة ب 5H و 5T. وأخيرا الارتفاع الضغط اللي بسبب الانسمام الحملي ممكن يكون سبب هام للتوقف القلب.